ناخذ كوثر من طنجه. كوثر كوثر حيدي اللايف من حداك وسمعيني مباشره من الهاتف. مرحبا كوثر. عليكم السلام. تحيه لكم ناس طنجه. تفضلي كوثر. ربي يخليك. كنشوف هاد اللايف وضرني قلبي بزاف. لاباس ضرك غير قلبك، انا ضرني قلبي والريه والكلوه والراس وكلشي ضرني انا فهاد النهار هذا. والله كنشوف السيده اللي معاك اللي امل امل غضبانه بزاف على امها وغضبانه بزاف على اختها. هادشي كله بسبب الارث. الله يرحم لك الوالدين. ولكن هاد الناس هادو يكفي انهم الله يلكفوا وليداتك. هادي كانت تكون شافي على هادشي كامل، تقول مع راس. سمحي لي يا كوثر لانك قلتي واحد النقطه زوينه تبارك الله عليك اختي. كانت هاد السيده تجلس مع راسها وتقول وبارك غي امي واختي مهلي ليا في بنياتي وداينهم هولندا. دابا راه الناس كيحرقوا باش يمشيو لهولندا وكيديو متسارا ومهلين فيهم. ما بغيت والو، بغيت غير نشوف دوك البنيات. ولكن الشيطان عاملها البصيره، الشيطان يعني عاملها البصيره ومسود لها القلب. تفضلي اختي. كيشوفوا ليهم في واحد المستقبل، كيشوفوا ليهم في واحد الحياه اللي هي زينه، كيشوفوا ليهم يعني حتى هذوك جوج دريال ديال الورد راه كما كيقول الله ينعلبوا الورد وما خلى. يعني العائله احسن من داك ربعه الحيوطه ولا احسن ليها. برافو لك. لا الا ما كتباع ما كتشرى. ولكن للاسف راه شيطانها عاملها، شيطانها مخليها كتشوف بان هي على حق وهي ليست على حق. اختي فين هي العائله اللي كتهضري عليها انت كوثر؟ العائله راه مليانه اختي. شحال من عام راه من 2010 ولا يحاني ماما حتى خلاني تناقش معاه ما خي وصلت ليه سروالي وليت جنات وجود. فين هي هاد ماما؟ ماشي بالضروري لا خصك تصلي سروال. صافي ولدي غنمشي للجامع. علاش شنو درتي باش جراو عليك؟ ها هي اختك مالها ما جراوش عليها؟ شنو اختك علاش ما جراوش عليها؟ اختي لاباي كبيره اختي بخبرك فاطر وجودك هي كتحكم في ماما. اها دابا هذا مبرر في نظرك. اه كتحكم اختي بباترون وجاطرون انا بخبرك زيد على الفاظ كتقول. راه عندها 49 عام لا اختك كتخافش الله. اختك انت اللي ما كتخافيش الله. كتحس فيها بالمعامله الزوينه معاها. هذاك الشيء باش كتحس فيها بالمعامله الزوينه معاها باش كتاخذ رضاها. اه وكتبات لها الدار. كلام زوين معاها. تستاهل بصحتها. اه غاتمشي جهنم مخرى كون يعني. غاتعاودي تقولي هذيك الكلمه نخرجك من نفسك اختي امال. ارخي في نفسك وقلتي مع راسك وفكري في مزيان. راه هما راه باقي انا اختي راه مشرده دابا كتنعس في الزنقه راه ومعازبه دابا راه مطلقه وما وعازبه راه كنعس انا وجنات وجود اربع سنين ونص. علاش اختي مشيتي انت حيدتي سروالك لهاد خينا وحبولتي معاه؟ علاش؟ اختي الشارع اش فيه؟ لا بلاتي وجدت باغا نخرج الزنقه نتلاقى مع المهدي المنتظر. علاش خرجتي الزنقه اصلا؟ نتلاقى مع الشماته. علاش خرجتي الزنقه اصلا؟ والزنقه اش فيها؟ علاش خرجتي لها اصلا؟ علاش جراو عليا؟ علاش جراو عليك؟ شنو درتي باش جراو عليك؟ صبيت حسابات بيني وبين بابا. جايبه لها عصابه وبغيتي يخليوك تجلسي. بابا هو حر، هو ماله؟ هو حر فيه، هو حر في ماله، هو حر في غصب عنك. هذا كلام الله. زمطينيش انا بحال كاع ما تزمطني انايا. وخليني من الحديث كلام الله. هذا غصب عنك. اعطيني حديث. لا غصب عنك، غصب عنك. ما كرهتش رجل دين دابا نيتي تتصل بينا. انت مسخوطه سكتي سكتي. باك مالو خويا ما ندير فيه ما بغى. مالو ندير فيه ما بغى. تكتبوا لولادهم ويخليهم. انا ما كنحرجش. انا ما كن ما تقبليش عليا الطبله، ما تقبليش عليا الطبله. محمد بلاتي واك حر. كل واحد وخلي واحد. انت مسخوطه. تعتذري لما كنحطك فوق الراس. ما غاتعتذريش لامك. ما غنزي ما غادي ما نتسامح معاها. ايوا انا ما تسامحتيش معاها. شنو تقبل حدسي؟ صعيب الحال على سميره ما نتسامحش معاها. ما نتسامحش معاها صعيب. بفاش الا كنتي الا كنتي الا كنت ظالماك ظالمه كتبت واحد وخليت عليها وشردتني شردات سروالي ومشيت تسحم حملت معاها ما خي
دخلي معايا في القاصح. لا ما غندخلش معاك في القاصح. ما تفرجي مخي اذا كنت عيدي دابا عيدي المخي تحملوا بنت الناس ولا شنو هو مخي هي الام ديالك ما داتش انا المخي باش تحملي معايا. شنو لاباس انت اللي كتقولي بلاتي بلاتي خليني السيد زيدي مخي انه ما يعترفش ليا بوتي حطهم شويه في الوراق. انا ما كنهضرش معاك في داك الشيء ما تبقاش ركزي ركزي راكي ما شرباش دواك ركزي ركزي مع احترامي اي شخص كيعاني نفسيا انما انت اوفر انت بزاف اختي انت بزاف انت خصنا شوفي اختي خصنا نصفقوا لها ونقولوا لها انت عندك الحق والديك خايبين باش نعجبوها صافي اختي انت خصك تسيري معاها اختي هضري كامله خاصك تقولي لنا الحقيقه كامله. ما غتقولش لك الحقيقه انا نتحدى تقول لك الحقيقه. انا كنقول الحقيقه انا عايره انا فاسقه نسلت سروالي انا اكثر من هادشي شبغيتي نوض نتعرس انا حسبي الله ونعم الوكيل ودابا كتبت لنا هادشي قلت لكم الحقيقه صافي خلي اختي المتصله كملي اختي كوثر الله يرضى عليك كملي لا حول ولا قوه. وكل شوفي عمر العداوه ما ديريها مع الوالده ديالك راه الجنه تحت اقدام الامهات. وهذا الهضره قولي هذا الشيء الناس وحده 15 عام وانا محرومه منها. ما كاينش وحده سمعيني سمعيني كتضحكي عليا وكتضحكي على الوقت راك تكلمات على البنايه وعاد لبست نازه وما جاورها ما فين هي الام ما كاينش وحده لا ريزيمي وكبا بسمات ماشي كوتر بين معقوفتين جبر الله كاين الله واش كاين اليوم الحساب غدا امام الله ماما ما غتقدرش تكذب سميره الدودي ما غتقدرش تخرج فيا عينها وتبقى تفاصل وتقول لي لا نو كاين لا اختي غنبقى نخرج فيك عيني وغنقول لك اللي صح صح وغطا غطا انا غنقول تصمتي ليا هو مني ومنك واكيد هذا غصبا عني وغصب عنك انما باش تفرضي على امك باقا بالحياه تعطك لا غير صحيح غير صحيح ما غتحاسبش الحساب ماشي بيدي ولا بيدك الله خلق الدنيا عباس والحساب بيد الخالق علاش كتبغي تأولي الكلام شردني انا مين صمتي سكتي وغير سكتي علاش كتأولي الكلام اللي فيه جزء لصالحك الله راه غيحاسبها وغيحاسبني وغيحاسبك غيحاسب البشريه اجمعين ياك انما ماشي من حقك دعي صابو تهجمي على امك في الدار ماشي هادشي راه في 2021 هادشي راه كنعاودك انا هادشي راه خرج قديم واش راه هي راه امك اتصلات دابا انا بغيتيني انت لا ما تعاطفيش معايا انا عطيني وطيني ايوا انا راه كنقول لك الحقيقه عطيني وطيني انا كنقول لك الحقيقه شنو هو نهضر انا كنقول لك الحقيقه وغنهضر غير ما تستفزينيش ارجوكي ما تستفزكش ولكن هي قالت لي غير ما تستفزينيش صافي غير مباشره قالت لي صافي الله يستر عليك سمحي لي نهضر لا وهضري ما حبستكش ما تهضريش غير التزمي غير الادب الحوار غير تصمتيني ما غاديش توريني انت الادب ما الادب غير تصمتيني ولا غنحبس البرنامج انا كاع اختي لا غنحبسه ولا بغيت نحبسه لا بغيت نحبسه غنحبسه صافي بغيتي تهضري ما غاديش تسبي لا ما كنسبش حنا سبيتي فين مين عيطات امك قلتي على مراس باك كلبه ها هي انت دابا ما تسبيهاش في البرنامج عندي ممنوع بغيتي نقول لها ممنوع واذا انت كتعيدي زوجتك ما كنعيطش ممنوع بيبات. استاذ حمزه حبس لي البرنامج ممنوع لا ما تحبسش حمزه ممنوع انا اللي كنحبس ماشي انت صافي واخا غنهضر ولكن غنهضر ما تسبيش للناس البرنامج غنهضر غنعبر شو تقلت الاداب ما نهضرش سميره نعبر ما تسبيش الناس ما غنسبش مي غنهضر غنهضر انت اللي تعطيني حقها سميره ولكن ما تسبيش الناس صافي اختي ما غنقولش كلبه مي غنقولها بلغه اخرى وغنقولها باللغه العربيه واخا ما كتخافش الله قطع يد امر رحمه الله هي من انت كتعرفي الله انت كنعرفو لا 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 نعرفو حق المعرفه ثقي بيا وخير داي اللي خارج لي مبوجه ما كتشوف واللي كيعرف الله راه ما غيمشي ما غيكونش مسخوط والديه هذاك الشيء كتعترفي به نفسك بينك وبين اللي خلقك على بالك واحد الحاجه تسنتي ليا تسنتي ليا تسنتي ليا تعيي ما تقولي راك لا حاجه ما نضربكش وكيل الله انت افعالك ضاربين وكيل الله افعالك ضاربين لا ما غنتعاطفش معاك والو ما غنتعاطفش معاك ما غنتعاطفش معاك تفضلي كوثر تعاطفي معايا غنكرهك تفضلي كوثر والو ما تعاطفيش غنتفضلي كوثر متصل باقا اللي بغيت نقول ليها الو الو وي كنسمعوك اختي هضري بغيت نعاود لك واحد ليستواغ ديالي ولكن هي باختصار غير باش نقول لك الوالد ديالنا توفى طلق الوالده قبل ما يتوفى وخلى لينا واحد الارث ومن بعد هذيك الام ديالي سافرات يعني سافرات لواحد البلد اخر ما بقينا عرفنا عليها والو حتى درنا واحد العشر سنين يعني من حنا صغار ما شفناهاش تربينا مع مرات الاب وسافرات ورجعت ودارت لنا المشاكل في حياتنا مع مرت بابا ومع ومع ذلك توفى بابا الله يرحمه احنا اللي هزيناها
وحنا اللي صرفنا عليها، برافو، وحنا اللي بقينا معاه مكافحين معاها. واخا ما جبتوش لها عصابه؟ لا ما جابوهاش، انا اللي جبت عصابه. واخا لا ابدا ابدا ابدا، كنقولوا الخير مع الله. انت من الصحابه، انا سمحي لي، قالك الله عز وجل العفو عند ما مقدرش اختي نسامح ماما، نسامحها بزز باش تسمحش دار الذكريه اللي خصها تسمح. وما هي اللي غتسمح خاطر ما غنسامحش، وهي اللي خصها تسامحك ماشي انت. والله تنتحاسب انا وياها فوق العماريه، والله تغدى يوم الحشر تنتحاسب انا وياها. وصافي تغدى يوم الحشر كملي هكا. وهادشي كامل، هادشي كامل ولادي ما تقدرش تشدهم ليا. الا تقول لي الا حطيتي عندي شي دري راه كتجي تلقاني في الزنقه. والدار الدار ديالي هي فين جالسه مقرب، مصروفها كلشي كيوصلها، ولكن فيها واحد الانانيه، فيها الانا حب النفس. ولكن مخلينا كنقولوا داك الشيء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى حنا كنتصرفوا عليه. سيقدموا الامانه امانته، ما نديوش الشوكه ديالها. راه ما غاديش تعيش فيها ابدينا. هادشي اللي بغيت نفهم لهاد السيده، ما ديش شوكتك مع امك، ما ديش شوكتك مع امك. واختي هذا رايك كان شوفي فيا كنحترم ورايك يحترم، احتفظي بها كوتر اختي، وانت راكي اختي وفوق الراس. مي انا هادشي اللي داز عليا اختي، راه ما قدرتش اختي نسامحها، لا هي لا بابا لا مرت بابا لا خوتي من بابا لا خوتي من بابا لا طليقي لا تريكتو لا بات ولادي لا جدات ولادي. ما غنسامحش حتى كوثر، هما كلهم شياطين وهي ملائكة. انا ملائكة.